الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب، كلامنا شبابي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. بالجنة كان من مبشرين، صاحب فضل كبير على كل المسلمين، عشان هو الوحيد اللي في عصره جمع القرآن في المصحف الكريم. في عهده انتشر الإسلام في بلاد كتيرة وبقت لهجات المسلمين عديدة، ولأن ربنا حافظ كتابه وفق العبد ده من عباده وادى شرف حفظ آيات القرآن لصحابي جليل اسمه عثمان بن عفان. شبه الطبطبة، كلام القلب، كلامنا شبه الطبطبة. سيدنا عثمان بن عفان ثالث المبشرين بالجنة، هيكون كلامنا إن شاء الله عنه النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور محمد وهدان. أكيد بنرحب باتصال حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتولنا SMS على رقم 91235. دكتور محمد سلام عليكم. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حضرتك لما يحب ويرضى، وأن يكرمنا جميعا ويسر لنا كل أمر عسير، ولمصرنا الغالية الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. وإحنا بنتكلم النهاردة عن سيدنا عثمان بن عفان، وهو ثالث المبشرين بالجنة، وربنا سبحانه وتعالى اداله صفة جميلة جدا، وإن هو بيرى بنور الله، وكان يعرف من وجوه البشر مين منهم العاصي. خلينا نعم. نتكلم عن الجزئية دي بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه أعرابي وقال له: يا رسول الله، أين كان الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ ربنا كان فين قبل ما يخلق السماء والأرض؟ بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الله عز وجل ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكان في عماء. يعني إيه في عماء يا أستاذ الأمياء؟ يعني ما فوقه هواء وما تحته هواء. ثم خلق الله عز وجل القلم وقال له: اكتب يا قلم. فقال: ماذا اكتب يا رب العالمين؟ فقال له مولانا عز وجل: اكتب مقادير الخلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فكتب القلم ما هو كائن وما يكون وما سيكون الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. اللهم صل على الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فمن اهم سمات وصفات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين: الرجل الصالح الذي كانت تستحي منه الملائكة، أمير المؤمنين. من أهم صفاته أنه كان يرى بنور الله عز وجل، وكان يعرف وجوه العاصين. يدل على ذلك أن رجلا يا أستاذ الأمياء كان يمشي في الشارع فنظر إلى وجه امرأة، تفحص في وجه امرأة، فلما دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال له عثمان عندما رأى: أما يستحي أحدكم أن يدخل على أمير المؤمنين وفي عينيه آثار الزنا؟ فتعجب الرجل لأنه كان قد نظر إلى امرأة في الشارع. عرف منين؟ عرف منين؟ وقال له: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ أوحي بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: لا وحي بعد رسول الله، ولكنها فراسة مؤمن. أو ما علمت أن المؤمن يرى بنور الله عز وجل؟ أرجو يا أستاذ الأمياء أن نضع 10 خطوط
تحت هذه الجملة المؤمن يرى بنور الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يمشي على المنهج، لما الإنسان يمشي على الكتالوج، كل حاجة في الدنيا لها كتالوج، الكاميرا اللي بتصورنا لها كتالوج، الكرين اللي بيصورنا له كتالوج، الساعة لها كتالوج، الموبايل له كتالوج، كل حاجة في الدنيا لها كتالوج، برضو الإنسان له كتالوج إنه يمشي على منهج ربنا سبحانه وتعالى. طب الإنسان عصى وما مشيش على منهج الله، تبقى حياته صعبة جدا، زي ما ربنا قال لنا كده في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسيدنا عثمان بن عفان بيقول المؤمن حضرتك يرى بنور الله سبحانه وتعالى. وذلك لو الواحد مشي صح وطاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا زي ما بنقول كده بلغتنا بينور له طريق، بينور له طريق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ينور لك الطريق والسكة بتاعتك، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني يجعل لكم نورا تمشون به، يعني يصلك كل الدنيا. واحد مثلا يا استاذ لمياء عليه فلوس، عليه ديون لأي مصلحة، او اي حد ياخد منه ديون، بتاع الكهرباء او بتاع الميه او اي حد ياخد منك فلوس اللي عليك، وانت مش معاك فلوس، فربنا سبحانه وتعالى يعطل بتاع الكهرباء ده، المحصل ده، فما يلحق تيجي يخبط عليك تكون انت مشيت مش موجود في البيت. هو مدبر الامور، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامور. يبقى انا لو محتاج ان انا امشي بنور الله سبحانه وتعالى زي سيدنا عثمان بن عفان، يبقى لازم اطيع ربنا سبحانه وتعالى. مهم قوي كمان لازم نعرف ان عشان ربنا ينور لك طريقك لازم تكون مخلص لله سبحانه وتعالى. لان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عندما جاءه احد الصحابه، وكان طبعا فقير جدا مع عندوش فلوس، اسمه ربيعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا ربيعة ارفع يديك إلى السماء واطلب من الله عز وجل ما تريد، فإن الله عز وجل مستجيب لك، ارفع إيدك واطلب من ربنا اللي انت عايزه. تخيل لو أستاذ لمياء لو الرسول موجود بيننا دلوقتي وقال لي أو لحضرتك أو لأي حد من السادة المشاهدين: يا فلان سل ما شئت فإنك مستجاب الدعوة، فماذا سنطلب جميعا؟ بكل تأكيد اللي فيلا على النيل، واللي عايز شقة فين، واللي عايز مكان في 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 يصيف فيه، واللي عايز عربية آخر موديل، كلنا هنحتاج حاجات دنيوية، حاجات في الدنيا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي العظيم ده: ارفع ايدك لربنا واطلب منه اللي انت عايزه فأنت مستجاب الدعوة، اللي انت عايزه ربنا هيعمله لك. تخيلي ماذا طلب؟ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. لم يطلب دنيا، لم يطلب مالا، لم يطلب أطيانا، لم يطلب عمارات، ولكنه قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه فقير وأن ظروفه المادية صعبة جدا وأنه ما عندوش حاجة، فأعاد عليه السؤال بصيغة أخرى، قال له: أو غير ذاك يا ربيعة؟ يعني عايز حاجة من متاع الدنيا الفاني؟ فقال: يا رسول الله هو ذاك، لا أريد غير ذاك، يكفيني فضلا وشرفا وفخرا أن أكون مرافقا لك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك، عايز رفيق النبي في الجنة بقى، احنا كلنا عايزين نبقى مع سيدنا النبي في الجنة، عليك بكثرة السجود لله عز وجل وإخلاص العمل له. يبقى إذن لو أخلصنا عملنا زي سيدنا عثمان بن عفان لله سبحانه وتعالى، لو عملنا من أجل هذا البلد، لو اتقينا ربنا سبحانه وتعالى وما جعلناش شعارنا الجملة البغيضة أنا وبعد الطوفان، أو الجملة الثانية على قد فلوسهم، وأخلصنا لله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أكيد حيكرمنا وحيصلنا كل أمن عسير، وحيبقى عندنا نورانية وبقى عندنا شفافية. خدي بال حضرتك، سيدنا عثمان بن عفان كان عنده هالة نورانية عظيمة جدا. يعني ايه بقى مسألة الهالة النورانية؟ يعني مثلا في ناس كده اول ما تشوفيهم تستريحي لهم ان عندهم هالتهم النورانية عالية، وفي ناس اول ما تشوفيهم خلاص تبقي مخنوقه ومش قادره تبص لهم وتقولي خلاص ده الراجل ده يتفات له 10 بلاد، ده الست دي صعبه جدا، اعوذ بالله. ساعات الواحد يشوف ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يا استاذه ربنا نور وبيلقوا بنوره في وجوه، ورضا ربنا سبحانه وتعالى. نعم؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى، رضا ربنا على العبد. الله نور ويلقي بنوره في وجوه عباده حسب طاعتهم لله، في وشوش تلاقيها منوره، ما لهاش علاقه لا بالبياض ولا لها علاقه بالسواد. وهو ده كان سيدنا عثمان بن عفان. واضح ان عندك تليفون، ناخد التليفون ونكمل ان شاء الله. وبعدين نكمل حاجه ان شاء الله. مدام منى،
ايوه حضرتك، اهلا بيكي، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور بس اسال حضرتك حاجه. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. بس اسال دكتور على يعني بالنسبه للانسان بيبقى دايما حاسس بالتقصير في منى. انا مش سامعاكي كويس. بالنسبه للتقصير بس يعني نحس دايما الواحد ان هو مقصر في معاملته تجاه ربنا مع الحاجات اللي بيعملها، طبعا مع مشاغل الحياه الاولاد وكده، بيبقى برضه مهما كان يعني هو يا دوبك صلى مثلا صوم برضه في احساس كبير بالتقصير، احساس بالذنب تجاه الموضوع ده، يعني مش عارفه بالظبط ايه. وكان ليا سؤال كمان بس ده لحضرتك. ليا انا؟ حاضر. بس كنت عايزه رقم تليفون حضرتك الشخصي. طيب ممكن استاذنك تسيبي لي رقم تليفونك في الكنترول؟ رقم تليفوني انا؟ طيب سيبي لي رقم تليفونك في الكنترول. نشكرك يا منى. طيب يعني جميل ان احنا نبقى بنصلي وبنصوم وبنعمل الحاجات اللي بنقول الاساسيه في حياتنا، لكن حاسين ان لا احنا لسه ما اديناش لربنا حقه بالكامل، وفي تقصير واننا مقصرين في حق ربنا بقى، عشان زي ما هي بتقول، عشان احيانا الام بتبقى مشغوله باولادها ببيتها باي حاجه في الدنيا، بشغلها بعملها باي حاجه، حته احساسنا بالتقصير ناحيه ربنا سبحانه وتعالى نعالجها ازاي يا دكتور محمد؟ شوف حياتك، نحن فعلا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. بس لازم نعرف كلنا استاذ لمياء ان الله سبحانه وتعالى اعطانا نعما على قدره، وطلب من العباد ان يشكروا الله سبحانه وتعالى على قدرهم. وحضرتك وانا وكل مشاهد كريم، والله يا استاذ لمياء لو قعدنا فعلا ساجدين لربنا منذ لحظه الميلاد لاخر لحظه في حياتنا، مش هنجيب لربنا ثمن نعمه واحده. صحيح. ثمن نعمه البصر او نعمه السمع او نعمه الذوق، فكلنا مقصرون بشكل او باخر. ربنا نفسه قال لنا الكلام ده، قال لنا وما قدر الله حق قدره، يعني بس ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم على قدره. ده اذا كنا حتى احنا بنقول هندخل جنه ربنا باعمالنا، فاحنا في النهايه هندخل جنه ربنا برحمته. ما حدش يخش الجنه بعمله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله عز وجل برحمته. لكن درجات الجنه هتبقى بالاعمال، لكن دخول الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى. وذلك احنا فعلا يا سلمياء مقصرين تماما في حق الله سبحانه وتعالى، بس كون العبد بيعترف انه قصر في حق الله ده في حد ذاته شيء عظيم جدا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام قال يا رب العالمين خلقت آدم بيديك وأسجدت له ملائكتك وكرمته في البر والبحر وأعطيته من الخير ما لا يعد ولا يحصى، فبما استحق هذه الدرجة؟ قدر يشكرك عليها ازاي؟ بما استحق هذه الدرجة؟ فقال له مولانا عز وجل يا موسى يكفيني أنه قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فإنه قال، فربنا مش عايز مننا غير جملة واحدة الحمد لله رب العالمين. ورواية تانية إن سيدنا موسى قال له يا رب خلقت آدم بيديك وأسجدت له ملائكتك واديت له خير كتير قوي يا رب العالمين، ثم بعد ذلك تدخله النار توديه النار، فربنا قال له يا موسى ازرع زرعا، ازرع لك زرعا، فموسى زرع زرعه، فلما زرع والزرع كبر ربنا قال له يا موسى ماذا فعلت بزرعك؟ عملت إيه بالزرع بتاعك؟ قال له يا رب حصدته. قال له حصدته كله ولا سبت في حاجة؟ قال له يا رب حصدته وتركت ما لا خير فيه، الحاجات اللي ما لهاش لازمة سبتها. فقال له يا موسى فكذلك أنا أدخل النار من لا خير فيه. اللي ما قالش لا إله إلا الله، اللي ما اعترف، احنا بشر نخطئ ونصيب، بنقصر في حق ربنا، واحنا والله العظيم زي ما قلت لك لو سجدنا ربنا من لحظه الميلاد للحظه الوفاه مش هنجد ربنا ثمن نعمه واحده. فربنا مش عايز مننا غير جمله واحده، ان احنا نقول الحمد لله. الحمد لله، وبدا القران بالحمد لله. الناس تقول لك احمده على ايه يا اخي؟ الحمد لله على نعمه الاسلام. وفي حد بيقول احمده على ايه برضو؟ في ناس بيقولوا كده، الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله والسلامية على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الستر، الحمد لله اللي جابنا من بيتنا لغاية مدينة الإنتاج الإعلامي هنا، الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل ما أعطانا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بيطوف حوالين الكعبة المشرفة، فبعدين لقى أعرابي بيدعي ربنا، بيقول إيه؟ بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام،
فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إنك تحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة. فياريت فعلا أنا برجو من هذه المتصلة أو المشاهدة الكريمة ربنا يكرمها إنها تستغفر الله ما استطاعت. وأنا مقدر يعني شيء جميل جدا، قلت لك أنا حاسة بالتقصير تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء عظيم جدا إنها حاسة بالتقصير، فهي كده الآن عرفت الله سبحانه وتعالى، فربنا كده هيكرمها إن شاء الله. إن شاء الله. مدام ميرفت، مدام ميرفت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، اهلا بيكي. الو، اتفضلي. انا حضرتك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. مدام لميا، انا دلوقتي بعاني حضرتك من الخناقه الزوجيه. انا من اول يوم اتجوزت في جوزي حضرتك، من اول يوم اتجوزته اكتشفت خيانته مع اي واحده ايا كانت هذه المراه، ايا كان مستواها الاجتماعي، مرات بواب، ست متجوزه، اي ست، اي ست يحصل بينها يعني يستجاب بينها وبينه، يبقى اوكي خلاص. بعاني بالموضوع ده. بقالك قد ايه حضرتك متجوزه؟ 8 سنين حضرتك. 8 سنين. لما جوزي بواجه جوزي بهذا الموضوع واحد 8 سنين. بتعرفي ازاي طيب؟ بعرفه وانا بكون ببقى نامي بالليل في الشتاء، في عز الثلج، في عز الشتاء، احنا في اسكندريه. الساعه 1 بالليل اقلق، بالليل الساعه 1 بالليل الاقي ماسك الموبايل. ايوه يا حبيبتي، طب كلمني بكره ان شاء الله الساعه 8 الصبحيه، قابليني قبل ما اسمع مواعيد، بدي مواعيد وحبيبتي، وترن عليه الساعه 2 بالليل ترن عليها. دي اول. طب لما واجهتيه قال لك ايه يا مدام ميرا؟ لما بوجهه بيقول لي لا ما حصلش، يمسك المصحف يحلف المصحف. وايه يمكن هي خلاص بيقول لي واحد يمسك المصحف كده بيحلف كده. كل هو بيزيد ده في الموضوع دون، انا اسامحه يعمل اكتر، كل ما اسامحه واغفر له يعمل اكتر، كل ما اسامحه واغفر له يعمل اكتر. بيصلي ولا ما بيصليش؟ درجت ان انا هو اصلا كان بيقول لي، كان في يوم من الايام كان عند واحده جاره لينا في بينه عمرتين حضرتك، في العيد كان عندها طول النهار الدليل، عندها هي اصلا مطلقه وعندها اولاد، مطلقه وعندها اولاد حضرتك، وقاعد عندها طول النهار. انا عرفت كده من البوابه، وكانت عندها قدها خد من عندها حاجات، وقال لها انا رايح عند ايتام. فلما كلمته وواجهته وقال لي دول ايتام، دول ايتام صاحبي. فمع الوقت كده هو اكتشفت ان هي اصلا ست مطلقه بالمنظر ده، واكتشفت وواجهته برضه حضرتك. فهو حلف يمين طلق عليا ان لو عرف اي ست بعديه هيبقى دي طلقه بالثلاثه. واكتشفت برضه مع الوقت برضه انه بيحلف بالطلاق كده، بيحلف بالله كده، على المصحف كده بيحلف حضرتك، فاهمه ازاي؟ دلوقتي انا بسعى في الطلاق وبقول له طلقني طلقني اللي انت عايزه، طلقني، يقول لي ارجعي محكمه. عندك اولاد؟ كنت بشتغل حضرتك، كنت بشتغل وكان معايا دخل. دلوقتي انا سبت شغلي بقالي 8 سنين استقلت، وهو ما فيش اولاد لا. هو اصر ان اسيب شغلي. دلوقتي ما فيش مدخل ليا خالص، دخل خالص ليا حضرتك. دلوقتي لما هو انا معايا ارفع قضيه طلاق عشان يخسرني كل حقوقي، كان زي ما خسرني كل حاجه حضرتك، فاهم ازاي؟ انا دلوقتي انا اعمل ايه؟ ده اول سؤال. سؤالي الثاني حضرتك، لما انا سالت صاحبه اللي هو كان بيقول ان هو كان عنده في اليوم دون، فاهمه ازاي؟ وسالته، وهو لما سالت عليه ولاني منهاره جدا صاحبه، فقال لي بصي يا مدام، جوزك بيجيب في الشقه عندك، في فراشك، في سريرك، سيدات. وفعلا انا شفت في الشقه عندي، في اوضه نوم عندي حاجه خد مسروقه، الساعه عندي اللي في التسريح. طيب تابعينا يا مدام ميرفت. مشكلة كبيرة. تعمل ايه يا دكتور محمد؟ ربنا يعني يكون في عونها. هو طبعا بس كنت عايز اعرف هي خلفت ولا ما خلفتش؟ لا ما خلفتش، ما انا سالتها. ما فيش والله أولاد. يعني بتقول لك هو كان مش عايز اطفال. شوفي طبعا يعني الخيانة شيء مرفوض جدا، والخيانة الزوجية حرمها الاسلام، وربنا قال في الحديث القدسي: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. فإذا خان أحدهما الآخر نزع الله بركته. الخيانة عندنا في الإسلام والسلام هي بتبدأ بأن يعود الزوج إلى البيت فمراته تقلبه، تحط ده في جيبه تشوف معاه إيه، أو تجيب الموبايل بتاعه وتبص فيه عشان تشوف إيه العمل إيه وكلم مين، أو الست ترجع من شغلها جوزها يجيب الموبايل بتاعها ويشوف، أو يفتش شنطتها يشوف إيه، أكيد هيلاقي حاجة تزعله، وده مسلك من مسالك الشيطان. لازم يبقى عندنا ثقة في بعض، لازم لو ربنا حتى ستر جوزي وعمل غلط ما اقعدش أدور واقعد ابحث واقعد اتحرى، اكيد الشيطان هيتدخل وهيخرب علينا البيت. فانا يعني لازم الواحد يمشي الامور شويه، لكن هذا الزوج اكيد بكل تاكيد غلطان، وربنا سبحانه وتعالى غضب عليه، لان هو المفروض يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته ويعاملها المعامله الطيبه. والرسول قال لنا رفقا بالقوارير، وقال لنا ما اكرم النساء الا كريم،
وقال لنا حديث جميل قوي تاني، وما أهانهن إلا لئيم، وقال لنا إنما النساء شقائق الرجال. واجب هذه الزوجة أستاذة لمياء إنها تصبر وإنها تحتسب، وخصوصا إنها قالت لنا إن هو بيحلف حلف يمين بيحلف على المصحف كذب. طبعا ده حرام طبعًا. ده بيسموه يا أستاذة لمياء اليمين الغموس. أيوه. الغموس اللي هي إيه؟ اللي بتغمس صاحبها في جهنم. فأنا أنصحها بمهم قوي قوي انها لازم واحد تقعد معاه وتناقشه في هذه المساله، وتقول له تواجهه الاثنين كده في البيت في اوضه النوم يقفون عفسهم الاثنين وتفهمهم. نمره اثنين، انا بنصحها تستعين على هذا الرجل بسهام الليل. يعني ايه؟ يعني يرخي الليل سدوله تغار الاستغفار ورجوله. كتر الاستغفار كمان هيفتح لها ابواب كتير. صحيح، بارك الله فيك يا سامي. هي المفروض تصلي ربنا سبحانه وتعالى بالليل وتدعي له وتسجد ربنا على البلاط، يا رب اهدي لي جوزي، اكيد ربنا هيبدله. صح. والله دي حقيقة. ربنا قادر يبدله لها ويدهولها في لحظة. وزي ما حكيت فضلت وذكرتي، اكسري من الاستغفار. ومش بس سيد الاستغفار، بس سيد الاستغفار اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب العالمين. صحيح، وربنا يهدي لها الحال يا رب. استاذ حسن. استاذ حسن، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. دكتور محمد، تحياتي لحضرتك. سمعت حضرتك بتتكلم على نور المؤمن. احب اقول يعني ملاحظه كده صغيره، ان انا من الناس اللي بنصلي كل جمعه في مولانا سيدنا الحسين. ايه؟ بيصلي كل جمعه في سيدنا الحسين. ان النور الذي اتكلم عنه هو مغموس فيه الذين يحبون أهل البيت. نعم. فلهم فيما تميزهم. ما رأي حضرتك؟ تمام، شكرا. السلام عليكم. أشكرك. طبعا السلام، يا هو يحدثنا عن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحياتك عارفة أن النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لنا في القرآن قد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. أما الكتاب المبين فهو القرآن، وأما النور فهو نور الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياتك عارفة كلام سيدنا النبي الجميل قوي اللي هو بيقول كنت نورا عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي بيقول أنا كنت نورا يرى في جبهة أبي آدم، نور في جبهة أبو آدم، وظل النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية حتى وصل إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نور أيضا، واجبنا محبتهم. قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ودعانا النبي أن نحب الحسنة وأن نحب الحسين وكل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أحب الله من أحب حسينا. وشوف محبة سيدنا النبي للحسين لما جات له السيدة أم الفضل، عارفة أم الفضل رضي الله عنها مرات العباس، وقالت له يا رسول الله رأيت في المنام أن قطعة منك قد ألقيت في حجري، قطعة نور منك كده ألقيت في حجري. فقال لها النبي يا أبشري يا أم الفضل، ستلد فاطمة الزهراء ولدا وسترضعينه. وبالفعل ولدت الزهراء ولدا وحملته وأرضعته، وهي بترضعه دخل عليها سيدنا النبي فأعطت النبي الغلام، فالرسول مسك الحسن وقبله وضعه في حجره عليه الصلاة والسلام. الغلام يعني عملها على سيدنا النبي، تبول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم الفضل بصوت عالي جدا نهرت الايه الغلام، زعقت له بصوت عالي جدا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النور صلى الله عليه وسلم من إغضاب الحسن أو صوتها يعلم. وعلمها وعلمنا كلنا درس مهم جدا، ان الطفل وهو صغير عنده احساس، والمفروض صوتنا ما يعلاش في البيت. ده الطفل وبطن امه زي ما الاطباء قالوا لنا دلوقتي من الشهر السادس يبدا يسمع كمان، ابوه وامه يمسكوا في خناقه بعض كده يقول لهم حرام عليكم انا لسه ما نزلتش الدنيا، استنوا شويه اما حتى اكبر وبعدين يبقوا اتخانقهم. لما تحصل خناقات بين الراجل وبين زوجته، فسيدنا رسول الله لما زعقت له الغلام علمها وقال لها ايه؟ ازعجتي ولدي يرحمك الله. أربع كلمات بس فهم الشفاء يا سلام، يعني خدي بالك، أزعجتي ولدي يرحمك الله. عرفها إن هي إيه؟ غلطت بس دعالها. دلوقتي الواحد ممكن يرجع البيت يلاقي مراته الواد ابنه بيعيط، يقعد يزعق لمراته، أنت الولد ده خسارة فيكي، أنت مش عارف إيه، أنت سكتي الولد، ويقعد يديها كلام في جنبها. صعب جدا. شوفوا سيدنا النبي عمل إيه؟ قال لها أزعجتي ولدي، يعني أنت غلطانة، ما سابش الغلط ودعالها، لكن في الوقت نفسه إيه؟
ادعي لها، مش اشتمها وهنها وهزقها، وده اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني واياك والساده المشاهدين محبه على بيت الحبيب سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. استاذنك نروح فاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية، خليكم معنا. كلام القلب، كلام القلب، كلام ما شبهك. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد وهدان. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. تقدروا تبعتوا لنا كمان اس ام اس على رقم 91235. حاجه سعديه، اهلا بيك. الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور محمد وهدان؟ اتفضلي. ماشي حبيبتي، شكرا. ازيك يا دكتور محمد وهدان؟ اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب ويكرمك. ربنا يسترك. بس بعيد قوي، انا مش سامعه. نعم يا فندم. انا هقول لحضرتك بقى مشكلتي. ابني بيخطب، وبعدين كان بتفشخل الخطوبه يعني، عشان خاطر هو بيشتغل في محافظه ثانيه غير المحافظه بتاعتنا. وبعد ما بنخطب كل يوم اقول له لا جيبوا شقه هنا، واحنا جايبين شقه هناك تملكوا كده. المهم في اخر مره بقى دلوقتي صاحبه جايب له بنت، ابوها وهو ميتين، ولا اخت متجوزه، وبعدين هي عندها 30 سنه. انا طبعا الكلام اللي قاله لي ما ريحنيش من الاول. وبعدين راحت، انا كنت مسافره وهو كان معاها في مع بنتي الكبيره، وراحوا اتغدوا مع بعض وخدها وياه، وراحوا اتغدوا مع اخته اول يوم العيد. وبعدين اخته قالت ان هي مش مريحه خالص مره، وبدل ما كانوا يقعدوا مع بعض قالت له لا انا عايزه اقعد في حته مقفوله عشان محدش يشوفني. طب لما انت عارفه ان كده غلط بتعملي ليه؟ دي حاجه. المهم تاني يوم العيد خدها من الفجر، خدها من عند البيت بعيد عن بيتها، بيقابلها بعيد عن البيت، ياخدها من عند البيت بتاعها من بعيد، وخدها وخرق راح بها محافظه ثانيه، وقعدت معاه طول النهار وكل يوم على كده، وخروج وكل كلام في التليفون. حاجه سعديه، ده كله حصل من غير ما نعرفها، ولا دخلنا بيتهم ولا اتفقنا ولا يعني. هو انتوا في خطوبه وكلام وفاتحه ولا مفيش؟ مفيش. لا مفيش اي حاجه. هو شافها لا 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 خطوبه لا لا، هو شافها النهارده سافر شغله، بعد كده خد نمره تليفونها منها وقعد يكلمها في التليفون طول الشغل بتاعه، فتره الشغل بتاعته اللي كنت معاه. وبعدين يحكي لي ويقول لي هي كانت مخطوبه قبل كده وفرشهم، وكانوا محددين الفرح وكل حاجه في شهر 7. وبعدين اقول له طب انت فشلت ليه؟ قال لي عشان اكتشفت ان هو كذاب. طب بعد ما اتخطبت ولبست وبعد ما فرش وكل حاجه اكتشفت ان هو كذاب؟ كلام مش معقول يعني. طب يا حاجه سعديه، حضرتك قابلتيها وشفتيها ولا ما شفتيهاش؟ انا بقى قابلتها امتى بقى؟ قابلتها الاسبوع اللي في الاسبوع ده. واخد بالك حضرتك؟ فلما شفتها مش مريحه خالص لا انا ولا اولادي مرتاحين لها، واخد بالك؟ بس هو متمسك بيها. انت مش عاجبك ايه فيها؟ انا اخلاقها، واحده تخرج مع واحد شاب غريب، لا دخلنا بيتهم ولا اتفقنا ولا خطوبه ولا اي كلام اصلا. أيوة. وتخرج معاه تروح وتيجي معاه كده على طول؟ ده ينفع؟ ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ التخيروا من تفاقم فان العلاقه دسات. انا اختار لابني واحده زوجها زي ديت؟ ده ينفع؟ طب هو انت بتقولي هو متمسك بيها، وبقاله قد ايه يعرفها دلوقتي؟ بقاله دلوقتي شهر. طب هو بيقول لك ايه اللي عاجبه فيها طيب؟ عاجباه كل حاجه، هي عاجباه كل حاجه فيها، وهي ما فيهاش ميزه اصلا. يعني واحده متحجبه رابطه الاشار بالورا وعامله لي قفتين كده على الجنب، ورقبتها عريانه ولابسه المحزق والجاكيت لابسه قصير وصدرها من هنا عري، يعني حاجه متناقضه مع بعضيها. انا ما ارضاش لابني كده. انا غلطانه يا دكتور ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. حاضر. طب حاضر، تابعينا حاجه سعديه. طيب خلينا ناخد التليفون لبعض وبعدين نجاوبها يا دكتور مدام دعاء. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه اسال ازاي حضرتك يا دكتوره الشيخ. معلش انا كنت عايزه اسال بس عن اني انا رفعت قضيه، يعني انا زعلانه مع جوزي ليا سنه ونص تقريبا. ابعت لي هو انذار بالطاعه بعد 15 يوم من الزعل، ان انا اخذت كل ممتلكاتي في الطاعه، انذار الطاعه يعني، انا اخذت كل ممتلكاتي واخذت الذهب وطلعت بالعفش وطلعت بكل حاجه. بس انا ما طلعتش باي حاجه، هم طلعوني، بالعكس هم اللي وصلوا ورايا لغايه ما طلعوني واخدوا بنتي مني وهددوني بيها يعني. فانا اضطريت ان انا يعني ارفع ورقه تاني، ارفع محامي بيرفع لي قضيه بعكس اللي هم كلام اللي كاتبينه في امر الطاعه. فاضطريت يعني ان انا هم قالوا ان انت خدتي، انا ما اخدتش عفشتي، انا ما اخدتش عفشتي فعلا، بس انا اخدت العفش، اخدت الذهب. هم قالوا ان انت خدتي كل حاجه ونزلتي من البيت. اخدت كل حاجه، ايوه، من يعني كده طلعت بالعفش وطلعت بكله، بس انا ما طلعتش باي حاجه خالص.
غير الذهب. فانا دلوقتي قضيه الذهب دي معمول لها قضيه ان انا ما طلعتش بالذهب. هما جابوا لي حاجتي بس ناقصه كلها يعني، وحاجات مش حاجتي يعني، جايبين لي المراتب والمخدات والحاجات دي كلها مش بتاعتي. واخدين اغلب حاجاتي واغلب هدومي واغلب الاجهزه يعني بتاعتي المطبخ، اغلب اجهزه المطبخ واخدينها. انت طلعتي؟ انا دلوقتي اقف قدام القاضي واحلف على الذهب. انا مش فانا فهم. احلف مقابل ان انا اقول ان انا ما اخدتش الذهب. وانت خدتيه ولا ما خدتيهوش يا استاذه؟ خدتيه ولا لا؟ يا مدام دعاء، انت خدتي الذهب ولا ما خدتيهوش؟ انا اخدته، انا طلعت فيه من البيت. ها؟ خدتيه؟ انا اخدته. خدتيه فعلا؟ بس هو انا عايز عايزه تروح للقاضي تقولي انك ما خدتوش وتحلف على ده. ما اخدتوش عشان انا بعته، صرفت بيه على ابني كله يعني، صرفته على ابني كله. تمام حاضر حاضر يا فندم. عشان انا لسه ما اتحكمنيش في النفقه، فمعلش ممكن تفتي عشان القضيه قربت يعني، وانا مستحرمه جدا. طبعا حاضر يا فندم. شكرا. طب باينه يا مدام دعاء. طب خلينا نجاوب حاجه سعديه الاول بخصوص ابنها اللي عايز يخطب واحده هي مش عاجباها. شوفي يعني هو طبعا يعني الولد اما يحب يخطب ينبغي عليه برضه ان هو ياخد راي والده ووالدته، وراي الام والاب في مساله زواج الابن هو استشاري. وانا اعرف اسر صالحه جدا، اب وابن اتفقوا الاثنين، لا انت تتجوز واحده انا مش عايزها، ولا انا اتجوز واحده اللي انت لازم توافق عليها. الاثنين يبقوا متفقين عليها. لان لو الولد ده بنصحه لو اتجوز هذه السيده وامه مش موافقه عليها، البنت دي وامه مش موافقه عليها، اكيد هيحصل يعني عقوق ومشاكل ومتاعب. وبعدين اللي بيتجوز واحده باهلها. فهو الولد ده يقعد مع والدته ويقنعها، اما يقنعها بهذه العروس، واما ان الام تقنعه بان هو يبتعد عنها. اما مساله بقى ان هو بيخرج معاها او هي بتخرج معاه، فحياتك عارفه ان حتى الخاطب ملوش اي حقوق على الفتاه، لا يخرج معها الا بمحرم ولا يجلس معها الا بمحرم. لكن احنا المشكله يعني رتبنا على الخطوبه اشياء تغضب ربنا سبحانه وتعالى. استاذه لمياء، احنا مش عايزين لا افراط ولا عايزين تفريط. وبعدين ابنك هو كبر خلاص بقى مسؤول عن نفسه، فانت لا تملكي الا ان حضرتك تقدمي له النصيحه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. مشكله يا استاذه لمياء ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي. لو كل واحد فينا بدا من حيث انتهى ابوه مش هيبقى فيه مشكله. لو كل بنت بدات من حيث انتهت امها مش هيبقى فيه مشكله. لكن مشكله ولادنا دلوقتي الاجيال الجديده كلها هم عايزين يمشوا، كل واحد عايز يجرب بنفسه. عايز يجرب بنفسه، عايز يصل النتيجه اللي والده قالها له من 3 سنين و4 سنين بنفسه. فهذه هي المشكله. على ما بيوصل لها بيبقى خسر حاجات كتير قوي، خسر كتير جدا. فانا انصح هذا الابن ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى ويقعد مع والدته، وانصح الام برضه ان هي تقدم النصيحه لهذا الابن. ورب والزواج ده رزق، ورزق الانسان اعرف به من اكيد هيجده لغايه عنده، وربنا ياخذ لهم الخير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مدام دعاء بقى، وفكره انها تحلف انها ما خدتش الذهب وهي بالفعل خدته وصرفته. لا ما ينفعش يعني طبعا. بصي هذا كذب، هذا غش، هذا تدليس. ربنا مش هيكرمها لو عملت كده. يا استاذه لمياء، ان الله لا يهدي كيد الخائنين. من عصى الله فيك اطع الله فيه. وممكن يكونوا ظلموكي وبدلوا لك المخدات، جابوا لك مخدات. الدنيا من فاتها. انت لو رعيتي ربنا سبحانه ربنا وتعالى ربنا اكيد هو هيجيب لك حقك. هو هيحل يعني. شوفي الرسول قال لنا حديث جميل قوي يعني، ثلاث احدثكم بهن حديث صدق، وذكر منهن وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا. كلام جميل قوي. خدي بالك، ما ظلم عبد مظلمة، هي الظلم ضحكوا عليها ودوها عفش قديم ودوها مخدة بايظة ودوها مش عارف ايه، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها. هي تخونهم بقى وترفع قضية وهي استلمت الذهب، وبعدين هتروح تحلفي بالله كدب ازاي قدام القاضي؟ ده المفروض الواحد يا استاذ لمياء لا يشهد الا على الشمس، الشمس طالعه، شفت الشمس روح اشهد، ما شفتش لا تشهد. فانت هتروحي تقولي والله العظيم وتحلفي بالله كدب يمين غموس تغمس صاحبها في جهنم ان انا خدت او ما خدتش منهم الذهب، لا يبقى حرام عليكي، هتروحي فين من ربنا. وحتى لو نجيت وخدت الذهب دلوقتي ده عرض زائل، ممكن تاخديه وتصرفيه على الحكمة وعلى الدكاتره. هي بتقول انا بعته وصرفت فلوسه على ابنها. لا، اذهبي للقاضي وقول له الحقيقه ان انا خدت الذهب وانه نزل براء من هذا هو الذي يرضي الله عشان ربنا يكرمك. مدام فاطمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك انا اتاخرت في الجواز، فنظرت اني لو اتجوزت هصوم
ثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان. وبعدين لما اتجوزت ما صمتش بصراحة الثلاث شهور. حددتيهم انهم رجب وشعبان ورمضان ولا قلتي ثلاث شهور؟ لا حددتهم يعني انا قلت ثلاث شهور بس في نيتي رجب وشعبان ورمضان. بس كان في نيتي رجب وشعبان ورمضان. تمام. فبعد كده ما بقتش ما صمتش غير رمضان وما صمتش رجب وشعبان. وبعد فترة يعني انا دلوقتي عندي 60 سنة. فمثلا من 10 سنين كده بدأت اصوم اثنين وخميس بنية اني اوفي الايام اللي عليا. لكن طبعا اكيد يعني ما كملتهاش. فاعمل ايه عشان اتحلل من النذر اللي انا نذرته؟ طيب حاضر حاضر. تبين يا مدام فاطمة. عشان كده دايما بنقول انه احيانا في المواقف اللي بنتحط فيها في حياتنا من شده ما احنا بنطلبها من ربنا قوي فبنقول لو حصلت هنندر كذا هنعمل كذا ومحدش عارف الظروف بعد كده هيبقى فيها ايه. طبعا هو الله سبحانه وتعالى يا استاذه لمياء امرنا ان نوفي بالنذر. فقال الله تعالى في القران العظيم يوفون بالنذر، من صفات المؤمنين انهم يوفون بالنذر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي الله. يبقى انا عندي حاجتين، في نذر طاعه وفي نذر ايه؟ معصيه. نذر الطاعه زي ما المشاهده الكريمه قالت، انا لو ربنا كرمني وحصل لي كذا انا هصوم، اتجوزت وتاخرت في الجواز انا هصوم ثلاث شهور. خلاص هي التي الزمت نفسها بانها تصوم ثلاث شهور. اذا كانت قالت اصوم يوم او يومين، لكن هي التي الزمت نفسها وحددت رجب وشعبان ورمضان. وهي اللي حددت رجب وشعبان، واحنا عمالين ندور لها على اي ثلاث شهور ولا قالت لا رجب وشعبان ورمضان. فالتي الزمت نفسها، ده اسمه نظر الطاعه. في حاجه ثانيه بقى اسمها نظر المعصيه. مره واحده اتصلت بيا وقالت لي: يا مولانا انا نظرت لو خلعت جوزي هعمل حفله في فندق خمس نجوم والناس تجي تبارك لي. فدلوقتي انا ربنا كرمني وخلعت من زوجي، ممكن اعمل، هل واجب علي ان انا اوفي النذر ده ولا لا؟ قلت لها لا، هذا نذر معصيه. هتصرفي كام؟ قالت لي كنت محوشه عايزه 50,000 جنيه في الحفله دي وكده. طلعيهم للغلابه، جوزي بيهم شباب، هيبقى اكثر لك ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بهذه السيده، هي اسرت 60 سنه، عليها ان تصوم ثلاث شهور. خلاص؟ اذا لم تستطع يبقى تعمل ايه في هذه الحاله؟ استقرت في ذمتها لغايه لما ربنا ييسر لها سبحانه وتعالى ويعينها ان شاء الله سبحانه وتعالى. ويمكنها ايضا انها تصوم في فصل الشتاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. وربنا يعينها ان شاء الله. أمين. اذا الدكتور قال لها انت بقى مش هتقدري تصومي والصيام هيضر صحتك، الطبيب الحاذق اللي يقول لها كده لو مش هتقدري تصومي، يبقى في هذه الحاله عليها ان تخرج يعني بقى ايه كفاره لله، فديه لاطعام الفقراء والمحتاجين، وربنا يتولاها برحمته سبحانه وتعالى. امين يا رب. يعني هسال برضو حضرتك سؤال تاني بخصوص النذر، ما اقصدش حضرتك طبعا مدام فاطمه، ربنا يديك الصحه يا رب وطول العمر. لو حد نذر نذر واتاخر فيه وتوفاه الله. لو حد نذر نذرا وتوفاه الله سبحانه وتعالى، يبقى الورثه ان استطاعوا ان يتحملوا هذا النذر يبقى هذا افضل له سبحان الله. حتى اذا كان ما صيام حج عمره حاجه شبه كده. دي سهله، دي سهله جدا، دي مقدور عليها. حج والعمره مقدور عليها، لان الراجل اللي مات ده لو كان ساب فلوس كانوا هيورثوها ولا لا؟ هيورثوها. فكذلك الميت اذا ترك دينا برضه الورثه بتوعه يشيلوه. الفقهاء بيقولوا الغنم بالغرم. يعني لو ساب فلوس كانوا هيورثوا فيه، ساب ديون هم هيشيلوها. فعليه فهو نذر لله انه يحج خلاص ومات ما لحقش، يبقى وليه او ورثته يحجوا عنه، يطلعوا مبلغ وحد يروح يحج عنه، يبقى الوفاء بنذر. نذر ان هو يسوق الورث قبل ما يتوزع. ايه الورث قبل ما يتوزع؟ قبل ما يتوزع منه اي ديون. ما احنا بنقول يلزم في الميت اشياء: غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه ثم توزيع تركته. والميت لو ساب زي ما قلت قبل كده فرد شراب، فرد شراب تتمن وتتوزع على الورثه. الاول نسدد ديونه، نشوف عليه ديون قد ايه. الراجل ده كان نذر ان هو مثلا هيعمل يؤدي فريضه الحج، يبقى نطلع مبلغ 70,000 80,000 الاول من التركه، وبعد كده حد يحج، حد من اولاده او ورثته او اي حد غريب يؤدي عنه مناسك الحج طاعه لله سبحانه وتعالى اذا كان قد نذر ذلك. نعم. تمام. سيدنا عثمان بن عفان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قبل وفاته، كان بيقول له ايه؟ شوفي بارك الله فيك، هذا موقف مهم وعظيم جدا، وكان دائما فتنة، والحمد لله الذي نجانا من الفتن
اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. رب العالمين سيدنا عثمان بن عفان في اللحظات الأخيرة من حياته وبينما هو كان محاصرا في بيته وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه وكان يقرأ في المصحف أخذته سنة من النوم وقاعد هم محاصرينه والناس محاصرينه عشان يقتلوه قبل أن يقتل بدقائق. فهو مسك المصحف وقرأ فيه فأخذته سنة من النوم فجاءه الحبيب عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له يا عثمان. والرسول بقى لما يجي الحد يبقى حق إن الرسول قال لنا إيه ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. فلما جاء له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان إن شئت دافعنا عنك أنت محاصر إن شئت إيه دافعنا عنك وإن شئت أفطرت عندنا الليلة. الله أكبر. كان صايم عندنا الليلة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السواد. قال يا رسول الله بل أفطر عندكم الليلة فدخلوا عليه فقتلوه فمات شهيدا وأفطر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الله له أجر الشهادة. اللهم اكتب لنا جميعا أجر الشهادة يا رب العالمين ويسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا فتوح العارفين. أمين يا رب. أمين يا رب. دكتور محمد نورتني النهاردة وبشكر حضرتك جدا. جزاكم الله خيرا وشكر الله لك يا أستاذة رمياء وربنا يفتح لك فتوح العارفين إن شاء الله. أمين يا رب. أمين يا رب. أشكرك. بشكركم مشاهدينا أشوفكم يوم السبت على خير إن شاء الله يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي. أشوف حضراتكم بألف خير. سلام عليكم. كلام القلب كلام شبه الطبطبة شبه القعد على المصطبة وقت المغارب والمساء متلم نجمة عشان لينا